بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان ده اخر موديول هنتكلم فيه عن الاناتومي، فحب يجيبوا لنا كل الحاجات اللي فاتتنا قبل كده في الريسبيراتوري والسي ان اس، وبعد كده هيتكلموا على المين بالك بتاع الموديول وهو الابدومي. فمن ضمن الحاجات اللي فاتتنا في الهيد اند نيك حاجه اسمها الانفرا تمبرال فوسا. تطلع ايه في الدنيا الانفرا تمبرال فوسا؟ والله دي ديبريشن موجود تحت الزيجوماتيك ارش، انتر كونكتد مع الفوسا اللي فوق الزيجوماتيك ارش اللي اسمها التمبرال فوسا اللي هي دي، عن طريق جاب بتبقى ميديال للزيجوماتيك ارش. عشان نشوف الانفراتمبرال فوسة اوضح هتلاقيها هنا اهو بالظبط، ده الزيجوماتيك ارش، ده لاترال تريجويد بليت، ده بوستيريور سيرفيس بتاع ماكزيلا، وهنا بالظبط هتلاقي الانفراتمبرال فوسة. عشان نغطي كل المعلومات عن الانفراتمبرال فوسة هنتكلم عن حاجتين مهمين، باوندريز وكونتنت. بالنسبه للباوندريز الصوره دي بتلخصهم تقريبا، انا هنا ناشر الريمس بتاعه المانديبل، ناشر الانتيريور بارت بتاع الزيجوماتيك ارش، شايل اللاترال تريجويد ماسل والميديال تريجويد ماسل، شايف دلوقتي قدامي الميديال باوندري بتاع الانفراتمبرال فوس، وبيتكون من اللاترال تريجويد بليت، في هنا فيشر بين الماكزيلا واللاترال تريجويد بليت اسمه تريجو ماكزيلاري فيشر، والسوبيرو كونستريكتور بتاعه الفارنكس. بالنسبه للروف بتاعها هتلاقي هنا الانفراتمبرال سيرفيس بتاع الجريتر وينج اوف سفينويد بون، دي السفينويد بون نازل منها اللاترال تريجويد بليت وطالع هنا الجريتر وينج، الليسر وينج جوه مش لازم نشوفه دلوقتي. المهم ان هو دوت الحته اللي انا بشاور عليها ديت اسمها الانفراتمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد بون. اللاترال باوندري جايه من الريمس بتاع المانديبل والمصل اللي فوقيه اللي هي الماسيتر مصل. طب انتيريور اللي هتلاقي مين؟ ده مين؟ ده البوستيريور سيرفيس بتاع الماكزيلا. عشان تفهم المعلومه وبالتبعيه تحفظها لازم تتخيلها كويس، وعشان نتخيل الجزء بتاع الانفراتمبرال فوسه لازم نشوفه 3 دي. انا كده باصص نورمال لاترالس، ادي النورمال لاترالس اهي، ده المانديبل وده الزيجوماتيك ارش، انا مش هعرف انشرهم هنا معلش، بس هنحاول نشوفها. دي الانفرا تمبرال فوس، لو بصينا عليها من تحت اهي هو الجزء ده، الجزء ده اعتبر ان هنا مفيش مانديبل اصلا، الجزء ده هو الانفرا تمبرال فوس. ده مين؟ ده اللاترال تريجويد بليت. لو جيت هنا كده هتلاقي ان ده ادي اللاترال تريجويد بليت وده الميديال تريجويد بليت، ده مالناش دعوه بيهم خالص. وهنا الفيشر اللي احنا كنا بنتكلم عنه اهو، دي الماكزيلا اللي انا حاطط ايدي عليها بالظبط، وهنا اللاترال تريجويد بليت وده الفيشر اللي ما بينهم، فده اسمه التريجو ماكزيلاري فيشر. فين الانفرا تمبرال سيرفيس بتاع السفينويد؟ اهو هو ده الانفرا تمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد. هرجع للنورمال لاترالس تاني، في جزء هنا اسمه التيريون، ده اتش شيبد كده موجود في النورمال لاترالس. خلي بالك ان الفيشر دوت بيؤدي الى حاجه اسمها التيرجو بلاتاين فصه، يعني الفيشر ده جوه لو دخلت فيه كده هتلاقي هنا ورا دي، ورا العظمه دي، في حاجه اسمها تيرجو بلاتاين فوسا. كده تخيلنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها في الجزئيه دي. هندخل على الكونتنت. الكونتنت بنلخصهم 1 2 2 3. الواحد هي الاوتيك جانجليا، اللي هي الاوتيك جانجليون اللي هي دي، ودي هنتكلم عنها في المحاضره الثانيه. اول اتنين هما المسلز الموجودين، لاترال تريجويد وميديال تريجويد، بالابر واللور هيدز بتوع اللاترال والسوبرفيشال والديب هيدز بتوع الميديال. الاثنين التانيين هما الفيسلز، في حاجه اسمها تريجويد بلكسس اوف فيسلز او تريجويد فينوس بلكسس، دي موجوده على اللاترال تريجويد ماسل بتتصل بالكافيرنس ساينس، وده اتصال خطير لان اي انفكشن في المناطق اللي هي بتعمل لهم درينج هيبقى في انتقال الانفكشن ديت للبرين. تاني حاجه في الفيسلز هنتكلم عن الماكسيلاري ارتري، وده ارتري بيطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري جوه السبستانس بتاعت الباروتيد جلاند، ليه كلام هنتكلم عنه دلوقتي. الثلاثه اللي هما النيرفز، في مانديبولار نيرف ده طالع من الترايجيمينال نيرف، وادي البوستيرو فايبرز بتاعته وادي الانتيرو فايبرز، في الماكسيلاري نيرف اهو، وفي النيرف الاخير اللي بيطلع من الفيشال وبيتصل باللينجوال نيرف او بيبقى ماشي معاه يعني اسمه كوردا تيمباناي. ناخد المصل واحده واحده كده. المسلز الموجوده جوه الانفراتيمبرال فوسه بتبقى ضمن مجموعه من المسلز اسمها المسلز اوف ماستيكيشن، وهم اربعه، دي اسمها ماسيتر، ميديال تريجويد، لاترال تريجويد، ودي تيمبوراليس. هنتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل شويه. نبدا بالتيمبوراليس. تيمبوراليس مسل زي ما احنا شايفين كده هي بتحتل منطقه التيمبورال فوسه كلها فوق الزيجوماتيك ارش، بتاخد الاورج من التيمبورال فوسه، بتاخد من الانفيريور تمبرال لاين، وبتاخد من الانر سيرفيس بتاعت الفاشيا اللي فوقيها ديت، وبعد كده بتتجمع كلها في تندوم محترم كده وبتعمل انسرشن في منطقه هنشوفها حالا، وهي الكورونايد بروسيس. الكورونايد بروسيس دوت موجود في المانديبل زي ما احنا شايفين كده،
الفايبرز بتاعت التمبوراليس بتغطيه من قدام ومن ورا، ده الانسيرشن وهيتحرك ناحيه الاوريجن. يبقى لو ده اتحرك كده هيعمل ايه؟ هيرفع لي المانديبل. لو انا لغيت دول خالص اللي هي الانتيريور فايبرز دول واتكلمت عن البوستيريور فايبرز، دي هي متصله بالبوستيريور سيرفيس بتاع الكرونويد بروسيس. لما تيجي تتشد هتشد المانديبل لورا، محصله الشد هتبقى لورا مش زي ديت لفوق او لقدام، لا لورا. يبقى هتعمل حاجه اسمها ريتراكشن. يبقى الاكشن بتاعها بتعمل اليفيشن للمانديبل ديت لو الانتيريور فايبرز بتاعتها، وبتعمل ريتراكشن للمانديبل لو شغاله بالبوستيريور فايبرز بتاعتها. ودي بتاخد النيرف سبلاي من الانتيريور ديفيجن من المانديبلر نيرف، تاخد لها نيرفين ثلاثه كده منه. نتكلم عن المسيتر، وديت مصل جميله جدا موجوده اهي، جايه من الانر سيرفيس بتاع الزيجوماتيك ارش، بتروح على الاوتر سيرفيس بتاع الريمس، بتاخده كله، بتحتل المنطقه ديت كلها، مفيش حد بيشاركها فيها. لو شدينا خط في النص كده هنلاقي ان الانسيرشن ورا الاوريجين، وبالتالي لما يحصل شد هيبقى الشد طالع لبره كده او طالع لفوق. يبقى هي بتعمل لي بروتراكشن للمانديبل او اليفيشن للمانديبل، وبتشترك مع التيمبوراليس من نيرف سبلاي وهو الانتيريور ديفيجن اوف مانديبلر نيرف. ليها نيرف خاص بيها اسمه ماسيتريك او نيرف تو ماسيتر مسل. ثالث واهم مسل هي اللاترال تريجويد مسل. المسل دي مهمه لانها بتعمل اكشن، من غيره بقك مش هيتفتح. تعال بقى نفهم الاوريجن والانسرشن ونعرف الاكشن بتاعها. هي ليها تو هيدز، هيد منهم بتيجي من السطح بتاع الانفراتيمبرال فوسه اللي هو كان ايه بالظبط، الانفراتيمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف سفينويد بون. الهيد الثانيه اسمها لور هيد، ال مع ال، بتيجي من اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. الاثنين بيعملوا انسرشن في الفوفا، وده انتيريور ديبريشن او ديبريشن موجود في الانتيريور اسبيكت اوف ذا نيك اوف ذا مانديبل، في الارتيكولار ديسك، وفي الكبسول بتاع التمبورو مانديبولار جوينت. نبدا الاكشن. الماسل فايبرز دي هتتشد له لقدام كده، فهتطلع لك النيك اوف ذا مانديبل من المكان اللي هي بتعمل فيه الجوينت، فهتبقى سهله الحركه، فنقول انها بتفتح الماوث وبتساعد في الديبريشن اوف ذا مانديبل. وكمان لما تشد لبره كده يبقى انت كده بتعمل لي بروتراكشن، اهو حركه لبره تعمل بروتراكشن. وفي اكشن تاني بس دوت لازم يكون اللاترال والميديال تريجويد شغالين مع بعض، وهنفهمه اكتر في الميديال تريجويد. والاربعه ماسلز هما اللي شغالين، مش يعني اتنين بس لا، اسمه سايتوسايد موفمنت، ودي بتساعدني نوعا ما في عمليه المضغ. نيرف سبلاي زيها زي الماسيتر، زيها زي التمبراليس، بتاخد من الانتيريور ديفيجن اوف ذا مانديبلر نيرف. رابع مسل هنتكلم عنها هي الميديال تريجويد مسل. صوره بس عشان توضح السايتوسايد موفمنت دي، ادي الديب هيد بتاعت الميديال تريجويد ماسكه في الميديال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت، ودي اللاترال تريجويد مسل ماسكه في اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد بليت. هنا بس الانسيرشن بتاعها هنتكلم عنه دلوقتي. بس لما الاربعه مسلز دولت يشتغلوا مع بعض هيحركوا المانديبل كده وكده زي الجمل بالظبط. ايه كان الانسيرشن بتاع الميديال تريجويد مسل؟ ده اسمه المايلوهايود جروف، ودي الانجل اوف ذا مانديبل. الانسيرشن هنا طبعا احنا دلوقتي انر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبل، الانسيرشن بتاع الميديال تريجويد هنا. عشان نكمل الاورجن بتاع الميديال تريجويد، لان احنا خدنا بتاع الديب هيد بتاعتها، سوبرفيشال هيد اهي بتاخد من الماكزيلاري تيبروستي، دي حته كده موجوده في البوستيرو سيرفيس بتاع الماكزيلا، بتاخد منها انسيرشن، بتاخد منها اوريجن. انا اسف، نيرف سبلاي مهم لانه بيختلف عن التانيين. هو مش بيختلف قوي يعني، هو بياخد من المين ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف، التانيين كانوا بياخدوا من الانتيريور ديفيجن بتاع المانديبولار نيرف. بجانب السايتوسايد موفمنت هتعمل اليفيشن للمانديبل زيها زي الماسيتر، وبروتراكشن للمانديبل برضه زيها زي الماسيتر. تاني حاجه من الكونتنت هنتكلم عنه هو الماكزيلاري ارتري، وده ارتري مهم جدا لازم نفهم فيه كل حاجه تقريبا، والبرانشات بتاعته 15 برانش. بس تعال نتكلم الاول عن الاوريجن بتاعه. ده اكسترنال كاروتيد ارتري، بيطلع هنا ده سوبرفيشال تيمبرال ارتري، وهنا ده الماكزيلاري ارتري. هنا مين موجوده؟ الباروتيد جلاند. يبقى هو بيطلع جوه السبستانس بتاعه الباروتيد جلاند، بعد كده بيعدي ورا النك بتاعه المانديبل لحد ما يوصل لللاترال سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد مسل، بيبقى هنا اسمه السكند بارت. يبقى هو لحد قبل ما يوصل لللاترال سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد اسمه فيرست بارت، وبعد ما يوصل لللاترال تريجويد لما تشوفه على اللاترال تريجويد مسل يبقى هنا اسمه سكند بارت ماكسيلاري ارتري. ثيرد بارت بقى بيخش بتوين التو هيدز اللي احنا شايفينهم دول بتوع اللاترال تريجويد مسل، ويخش في التيرجو ماكسيلاري فيشر عشان يستقر في منطقه اسمها تيرجو بلاتاين فوس، ودي اللي شفناها في 3 دي او تخيلناها بمعنى اصح.
احنا قسمنا الماكسيلاري ارتري لثري بارتس، فبطبيعه الحال هنقسم البرانشات بتاعته لبرانشات من الفيرست سكند اند ثيرد بارتس. بالنسبه للفيرست بارت احنا جمعناهم في كلمه اسمها مياده، ده السوبرفيشال تيمبرال وده الاكسترنال كاروتيد وده الماكسيلاري ارتري. لحد هنا هو اسمه فيرست بارت لانه لسه ما دخلش على اللاترال تيريجويد، فكل البرانشات اللي هم 1 2 3 4 5 دول مياده. ازاي بقى؟ يعني ده اسمه ميدل مننجيال ارتري، ده اسمه انفيريور الفيلار ارتري، ده اكسسوري مننجيال ارتري، دوت اسمه ديب اوريكولار ارتري، وده الانتيريو تيمبانيك. ده بالنسبه للفيرست بارت. السكند بارت اللي هو اول ما وصل لللاترال تريجويد قبل ما يخش جوه هنا، كل البرانشات ديت هي بتاعه مين؟ السكند بارت. واحنا بنجمعهم في ان هم كلهم لهم علاقه بالمسلز، يعني ده مثلا الاثنين دولت ديب تيمبورال ارتري، ده ارتري للمسيتر مسل، ده اللي داخل جوه المسل نفسها اسمه تريجويد ارتري، وده غريب جدا مش تبع الماستيكيشن، ده تبع الباكسينيتور مسل اسمه بكال ارتري. مياد الحمد لله نجحت وجابت جي بي اي عالي، فجابت دبوس وقعدت تفرع كل البالونين اللي تشوفها كاي واحد فرحان عادي جدا. فاحنا هنحفظ كلمه جي بي اي وهنحفظ بن او دبوس. بالنسبة للجي بي اي عندك هنا جريتر بلاتاين ارتري، طبعا ده الثيرد ماكسيلاري ثيرد بارت ماكسيلاري ارتري، ده جريتر بلاتاين ارتري اهو، وده البوستيريور سوبيريور الفيلر ارتري، وهنا ارتري اوف تريجويد كانال. كده جي بي اي جنبه على طول يبدا الدبوس او حرف البي، يعني اللي هو هنا فارنجيال ارتري، ده الانفرا اوربيتال ارتري، وده النيزو بلاتاين ارتري او في رواية اخرى سفينو بلاتاين ارتري. اسمين لارتري واحد، اهم واحد في دول هو ده الانفرا اوربيتال ارتري، لانه بيطلع اوربيتال ارتري انتيريور سوبيريور الفيلر ارتري وتيرمينال برانشز انترفيس بالبيبرال نيزل اند ليبيال برانشز. البرانشات ديت كلها على بعضها كده بتغذي جزء كبير جدا من النيزل كافيتي والروف بتاع الاورال كافيتي والابر تيث والساينسز الاوروفارينكس والفلور اوف ذا اوربيت. سؤالين بس قبل ما نختم المحاضره. اول سؤال، ايه النقطتين اللي سيف النار ضربهم في الراجل ده في الحتتين دول؟ الاجابه احنا قلناها اثناء شرح 3 دي وهي التيريون. التيريون ده اضعف حته في الجمجمه وبيتلكك زي ما قال الدكتور في المحاضره. اي حادثه، اي ضربه بشومه في الحته ديت، اي ضربه زي ما سيف النار ده ضرب كده هيتكسر. السؤال الثاني بيقول مصل بتعمل بروتراكشن للماندبل وسبلايد باي ذا مين ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف، مسيتر ولا ميديال تريجويد؟ الناس اللي قالت ماسيتر، ايوه صح، هي فعلا بتعمل بروتراكشن للمندبل بس بتبقى سبلايد باي ذا ماسيتريك نيرف. الماسيتريك نيرف ده جاي من الانتيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف، انما اللي بتبقى سبلايد باي مين ترانك اوف مانديبولار نيرف وبتعمل بروتراكشن للمندبل هي الميديال تريجويد. كده خلصت المحاضره، سلام عليكم.